السوق بوره ما عبش ولا حاجه المواطن ما عبش يقدر يشتري لا يشتري لا ما يشتري طلي اللي كانوا يشتروا تبعنا الحين بيشتروا اطلع ما عبش معاشة الطلي ب 40 ب 50 ب 60 ما عاد بش هذا الايام ولا عاد حاجه الناس كلهم بيدوروا يلا يدوروا لقمه العيش الدنيا ازمه نجي نسال على الطلي الطلي يقول لك ب 60 بغى 70,000 يعني كان الطلي زمان نشله ب 30 يعني ب 25 وفعلت وديت لاسرتك، ذا الحين بكم؟ ب 60 ب 70,000، يعني ازمه، من اللي سببنا الازمه هذه؟ كله بسبب العدوى. على تسن راتب يوم هنيئا الواحد اسمع